النهارده بنعمل حاجه جديده مع المحللين عندنا، بنقول لكابتن شيماء وكابتن انجي النهارده هيقفوا على الوول وهيشرحوا 10 حالات، هيلخصوا تقريبا مباراه الاهلي والجمارك النيجيري، هم اختاروها هيشرحوها للجمهور النادي الاهلي علشان نشوف قوه النادي الاهلي بتبقى فين، او نقط الضعف شويه في الجمارك النيجيري حصل ايه، او نقط الضعف في النادي الاهلي حصل ايه. معاكم الميكروفون، اتفضلي يا كابتن شيماء، اتفضلي يا كابتن انجي، ابتدي اشرحوا لنا الحالات اللي معاكم. اول حاله لو سمحت عماره عشان اتفضل. اتفضل يا كابتن انجي. هو احنا لا عايز تعلي صوتك بقى. احنا النهارده في دلوقتي الشروق زي ما احنا قلنا في الاول الاستوديو، الاستقبال بتاعنا كان مظبوط جدا، الكره مرفوعه بشكل حلو جدا، وفريده فعلا ضربتها في الزاويه المظبوطه، فبالنسبه لنا دي نقطه قوه بالنسبه لنا كويسه جدا، الضرب السريع في النص. هل انت شايفه ده الضرب السريع اللي احنا بنتكلم عليه بالظبط كده؟ كويس، ده ادي اول كوره من الكور الواضحه جدا بالنسبه لنا، اللي الضرب فيها فريده داخله مظبوط جدا ورفعه مظبوطه وخلصت كوره مباشره على طول. استقبال، اتفضلي. اللعب ده بيتنفذ لما الاستقبال بيبقى مظبوط على ايد الباسير، فهي مريم النهارده كانت موفقه جدا في الاستقبال. في نوعين من اللعب السريع اللي هو الوان، وفي حاجه ثانيه اسمها سي، الضريب السريع يفتح شويه. هي لعبوه النهارده. يلا بينا عماره نخش على الحاله الثانيه لو سمحت. اتفضلي يا كابتن شيماء. ده ارسال من شروق. دي حتى دي الكره دي كانت مقطومه شويه من شروق اهي، بس هي قدرت تخلصها في تشوطها في الخط. يلا شيماء اتفضلي. هي هنا كاترين استغلت ان البلوك ما كانش مقفل كويس، فشاطت ما بين البلوك، فهي هي هنا اتكملت، وبعدين هتبتدي تترفع هنا. ادي هنا بدايتها آية. كانت هم عدوها بصعوبة بس قدروا يجيبوها. ادي بقى الهجوم من كاترين، استغلت ان الزاوية كانت مفتوحة، فما قدرتش اللاعبة في مركز خمسة ان هي تجيب الكورة، فطلعت من ايديها اوت. شايفة طلعة ازاي هي في الهواء واخدة الاتجاه دي؟ تالت حالة. اتفضلي يا كابتن انجي. حاله برضو كانت شروق هي اللي كانت على الارسال، دي اللي احنا وضرب صعب اعتقد من ايه الشامي. اتفضلي يا كابتن انجي. دي اللي انا كنت بقول عليها، اللي شروق الكره مقطومه من شروق، وايه حاولت اللي هي تخلصها في الخط برضو، عشان كانت شايفه ان البلوك الخط مش طالع كويس، او هي البنت ما كانتش لحقت تطلع في البلوك الخط. بس في نقطه عايز اقولها لك برضو، كانت فريده العسقلاني عملت بلوك لمت كويس مع كاترين اعتقد في الجنب عند مركز اربعه. عدها لي عماره اسمع. ايوه بالظبط، وهي جايه البلوك اهي، وهي جايه تشوط. احنا هنا طالعين الدبل بلوك بتاعنا كويس، عشان كده الديفنس بالنسبه لنا طلع كويس، قدرنا قدرنا الشوط تاخد الكوره وتضرب في الايه تضربها وتخلص. شايفه ان هي كوره مظبوطه للنادي الاهلي؟ مظبوطه، بس بغض النظر اللي الشروق المفروض تشد الكوره شويه عشان تبقى اريح للاعيبه اثنين اللي هي تتضرب، يضربها اسهل من كده. يعني معلش برضو عايز بقى ايه شدت الكوره؟ دي كوره مقطومه، فايه بالنسبه لها اللي هي عدلت دراعها مش مظبوطه. فهي كانت المفروض تتشد الكوره شويه عشان ايه تاخدها على الخط صريح. نخش على الحلقه بعديها عمار لو سمحت. كاترين هنا على الارسال بتاعنا، وبتعمل ارسال لي على فريق جمارك النيجيري. اتفضلي يا كابتن شيماء. هو بدايه كاترين في الارسال ان هي وجهت الكوره، فالكوره ما طلعتش في الاستقبال كويس، بس هي هنا هنا كمان ايه شاطت خط، ايه شاطت خط، لان هي كانت شايفه ان الليبرو مقدم شويه، فشاطت خط، فالليبرو كان مش يعني جسمه ما كانش للملعب كويس، فطلعت اوت. بس عايزك تبصي، حصل دربكه في فرقه الاهلي بعد الكوره دي، يعني الكوره اتشاطت وحصلت دربكه في فرقه الاهلي. يمكن هنا هي دي على الكوره دي بالذات. ايوه الشروق مأخره شويه، والكره لما اتحطت ايزي طب هنا الشروق مأخره. دي نهله ما شاء الله. استقتال على الكوره. لا الشروق الاول هي اللي جابتها. تمام. في نهله سامح، شايفه نهله سامح بتستاهل ازاي على الكوره؟ هي خبره اعتقد النادي الاهلي في نهله سامح. قتاليه وضربه. قتاليه. نخش على الحاله اللي بعديها. ده بالنسبه للاستقبال، الاستقبال بتاعنا طالما استقبالنا ما اتظبطش، فالكره بتاعتنا ما عرفناش نخلصها، الكره اوت اوف سيستم، فالاوت اوف سيستم طبعا بالنسبه لنا بتبقى اصعب على الضريب. يعني شايفه ان الاستقبال بتاعنا في الحته دي هو ما كانش الاستقبال المظبوط. يعني تاني عماره هي واضحه جدا اهي. فعلا
لما ما اتظبطتش في اوت اوف سيستم، فبالتالي الكره ما تشوفهاش. يسرى هو البصير هنا ما يقدرش يروح ياخد الكره. يعني نهله سامح استعملت بصير، هي اتعملت بصير نهله سامح اهي. لا هي شو كانت يعني طلع كانت ورا وطالعه، فهي ما قدرتش تغير اتجاه جسمها بسرعه. بس هي الكوره يعني لو هي الاستقبال بيبقى بايظ ممكن اي ضريب من اي مستقبل من ورا يقول رايت ويقوم معلي الكوره. بس هم المفروض لما يجوا يعلوا الكوره بقى يعلوها المركز أربعة، ما يعلوش لحد قافل عليه اللي مش شايف كويس. الكوره جايه له من ورا مش شايفها، فلازم كانوا يعلوها في مركز أربعة عشان تتشوط. هاي نروح للحاله اللي بعديها او في مركز اثنين. تمام، ده ارسال صح ده من نيجيريا ولا ايه؟ اهو هنا طبعا هنا طبعا احنا كان طالع عندنا بلوك من أربعة وثلاثة، بس طيب. احنا دايما معروف لما بنكون مقفلين خط وبيبقى عندي دبل بلوك، فالمفروض ان الليبرو يقدم. هو احنا بقى في الكرة الجاية دي يعني احنا عندنا اهو ثلاثة وأربعة، الحتة الفاضية اللي في النص اللي دخلت فيها مريم، المفروض مريم كانت تبقى مقربة أكتر من كده مقدمة، لأن دايما وانس إن أنا مش شايفة الكورة من البلوك ما قدامهمش حاجة غير إن هم هيلعبوها تاتش أوت يا إما هينزلوها بليس في أي مكان. شايفة البليس اللي اتضرب ده كان لازم حد يلم تحت هي مريم، بس كانت محتاجة تطلع خطوة قدام صح؟ قدام شوية عشان حتى كانت تلحقها على الأقل. هي الحته دي وخصوصا ان احنا الدبل بلوك بتاعنا عالي، يعني احنا الدبل بلوك بتاعنا احنا الطرف بتاعنا عالي جدا، فاحنا المفروض كنا نقدم شويه عشان مستحيل الكره تتضرب مباشره في الخط. يعني قصدك لو الدبل بلوك بتاعنا دام عالي يبقى مستحيل يتضرب في اي حته غير بليس. صعب جدا صعب جدا انها تتضرب من ايه وفريده، الاثنين بلوكات ما شاء الله عاليين، فاحنا بالنسبه لنا الخط اتقفل كويس جدا، فالمفروض ان مريم كانت تقدم شويه عشان الكره اللي هي تقدر تجيبها. تمام، بعديه عماره. دي مريم متولي على السيرف صح؟ مريم ارسالها مميز جدا الحقيقه. في دربكه برضو، في دربكه. هاتها من الاول وكابتن شيماء اتفضلي. هي دي الدربكه اللي بيقولوا عليها، اعتقد دي في الشوط الثاني. اتفضلي يا كابتن شيماء. دي اللي كانت احنا هنا في الجزئيه دي، هي رفعت هنا. دي اللي كانت يسرى بتتكلم عليها ان هم كانوا بيزقوا شويه السريع بتاعهم. فكان عندنا السنتر بلوك بيطلع لوحده كويس، وهنلاقي حتى ان كاترين ما طلعتش ما ساعدتش في هي اللي جايه. اللي جايه دي هي كاترين سابت فريده تطلع لوحدها وحاولت حتى ما غطتش، يعني هي ما اتحركتش من مكانها، فبديهي جدا بس. ان بس شيماء مريم متولي اعتقد هي اللي هناك يعني واقفه. بصي المفروض هي في الاستقبال بتاعها كانت تستقبل احسن من كده عشان تطلع الكوره في الديفنس بتاعها، بس هي الكوره بتبقى سريعه غير لما الواحد بيتكلم. يعني طبعا معلش. لما بيكون في شوط سريع وبعدين طالع له بلوك واحد، فهو عنده الزاويه قدامه مفتوحه وما فيش حد ساعد. كاترين ما دخلتش ساعدت مع فريده العسقلاني، يعني احنا هنا لو هنا كاترين كانت نزلت ورا شويه كان هيبقوا اتنين ديفنس مش واحده بس، يعني مش هتبقى مريم متولي بس اللي في الديفنس، كانت كاترين كمان برضو الملعب. يعني زي ما نزلت في دي هي نزلت في الاولانيه والثانيه هتلاقي حضرتك ما نزلتش فيها، هي خلاص طلعت بره، خلاص هي بره، فهي خلاص. بقت بواحده بس بدل ما بعد ما كنا احنا اتنين. اسالك سؤال، هل كاترين كانت لازم تلم هنا مع فريده عسقلي؟ كانت لازم تلم معاها لعيدها اخر حته بالظبط يا عماره، يا اما تطلع بلوك ترجع ديفنس ترجع تغطي ورا. بص احنا شايفين دلوقتي كان في البصير كان على الشبكه، فمعنى كده ان في اثنين ضريبه على الشبكه كويس. فلما يبقى في اثنين ضريبه على الشبكه يبقى المفروض بتاع اربعه بيجي يساعد مع لعيب ثلاثه اللي هي كاترين كانت لازم تلم مع تخش تساعدها، وهي عملتها بعد كده وساعدتها. وبعدين انا بلاحظ حاجه، اتفضلي يسرى. والله انا بلاحظ كمان ان في فرق بتستغل لما بيكون السنتر بلوك بيبقى ورا في خمسة، بيحاولوا يعملوا له الكور الغلسه. هو دايما السنتر بلوك مش معروف عنه عشان ما شاء الله طول القامه، فالدفاع من اسفل بيبقى بالنسبه لهم في مشكله ان هو ينزل قوي لتحت يطلع الكوره. تمام، فهم ممكن يكونوا كمان استغلوا الحته دي، ما فيش ليبرو في النقطه دي. تمام، الحاله اللي بعديها عماره. ارسال استقبال دي 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 كره نموذجيه، يعني دي الكره النموذجيه اللي احنا بنقول عليها، او احنا لو مشينا بنفس السيستم ده بالنسبه لنا كل الماتش هيبقى ايزي. كله الاستقبال نموذجي، الرفعه نموذجيه، الكره خلصانه. ما يعني مريم شروق ضرب من فريده عسقلاني نقطه صريحه. ايوه فعلا مريم استقبلها استقبال عظيم ومريحه، ما فيهاش اي حاجه، يعني الباستيرا حتى ما اتحركتش خطوه لقدام،
لا يعني دي الكرة النموذجية اللي احنا بنتكلم عليها يعني. واعتقد لعيب رقم مركز ثلاثة بيبقى مبسوط جدا بالكرة دي، بيبقى حاسس ان هو طلع غله كله فيها. بس يعني يا كابتن خالد معلش انا ليه تعليق، انا نفسي يبقى في تنويع في الضرب السريع شوية يعني مش كله 1-1-1 حتى لو بيخلص لازم اعمل خلل شوية في اللي قدامي، في البلوك اللي قدامي لازم ادخل وان ليج. يعني مريم متولي عملتها النهارده مره واحده، لكن فريده امكانياتها الجسمانيه والمهاريه بتؤهلها انها تشوط الوان ليج دي، فلما الوان ليج دي يعني بتاخد خطبات ومن ورا باصير وبتسحب معاها اثنين بلوك، فلازم شروق تعملها كتير الماتشات اللي جايه مع السي والوان، لازم نغير في اداء السريع شويه. نخش على بعده عمار اتفضل. فريده عسقلاني هي اللي بتعمل بتضرب السيرف، تمام ده سيرف ايه ده نقطه مباشره، نقطه مباشره ده اللي احنا زي ما احنا بنقول يا كابتن طول ما السيرف بتاعنا قوي الاستقبال الناحيه الثانيه خلاص كده احنا نقطه مباشره لينا على طول، دي اسهل نقطه ممكن ناخدها في الجيم بالظبط كده. تمام ده سيرف بنقطه مباشره اللي بعديه عماره اسمح ماري متولي على السيرف. ده الدبل بلوك اللي احنا كنا بنتكلم فيه، دي الفرق جت قفلت معاها دي لما جت لعبت سنتر بلوك طلع لها الدبل بلوك اللي احنا بنتكلم فيه، فالشبكه بالنسبه لنا بقت مقفوله. بس هنا يعني شروق اعتقد كمان شروق ما وصلتش اصلا ان هي تقفل على الشبكه عشان كده كمان عملت تاتش في شروق في الاوت في اخر النقطه دي خالص. بص حضرتك شروق ايديها ما كانتش جوه، المفروض ان انا لما بكون داخل طالع من اتنين لازم ايدي تبقى جوه علشان لو ضربت الكرة هتدخل جوه الملعب تنزل في ارضها. هي كانت عامله ايديها كده فخرجت لبره. اللي بعديها عمر دي الكوره اللي انا كنت بتكلم فيها. هتعلق على دي يا والله دي اصلا من الحاجات اللي انا بحبها جدا الحاجات دي اللي هي الكوره فيها ذكاء مش لازم قوه، انا بتكلم في كده اللي احنا لعبه الفولي فيها لعبه مهاريه شويه، ما ينفعش ان انا اتعامل بكله في الكابولي كقوه. فدي الكوره دي بابسط الحاجات جابت نقطه بكل بساطه، يعني هي ايزي توب في نص الملعب، ملعب فاضي خالص، فهي في المساحه اللي ورا البلوك مساحه فاضيه هي شغاله، بس مش فيها فانا مش لازم اطلع اضرب الكوره جامد، ممكن هيطلعها لي ديفنس، ممكن بكل سهوله يطلعها لي ديفنس، لكن الكوره زي دي ما خلاص خلصت يعني. هي اللي بعده نقطه مباشره صريحه صح يا شيماء، هو ده المكان الصح، يعني هي اتلعبت في مكان فاضي. هي لو ليه لو عدناها هنعيدها. هو هنا المفروض ان الباسير طالع من ورا وهو في المكان ده دايما بيبقى رخم لو اتلعبت الكره قصيره قدام كويس، لان بيبقى اللعيب اللي واقف في مركز واحد واللي واقف في مركز ستة مش عارف مين فيهم اللي يخش، لان الباسير بيبقى طالع من الجنب فهي وكانت هم كمان يعني مأخرين لورا وسايبين الملعب قدام شويه، فالحمد لله جبنا بيها نقطه مباشره. اللي بعده البلوك عندنا ايه قفل كل حاجه، هو ما هي الدبل بلوك اللي احنا اتكلمنا فيه سهيله كانت لازم تعدل جسمها وهي بترفع. هنجي لك حالا يا كابتن يوسف، بس هي نقطه طويله شويه لينا. اتفضلي يا شيماء. هو هنا كاترين استغلت ان الباسير هنا قصير وشطت من فوقيه يعتبر ايديها مفتوحه هي برضه، يعني لو رجعنا سنه بص ايديها في البلوك بتاعت نيجيريا واحده جوه ايديها كويس السنتر بلوك والباسير ما لحقتش اصلا تعمل اي حاجه، فهي استغلت قصر كمان قصر قامت الباسير في الفريق النيجيري وشطت من فوقيه. تمام نروح لاخر حاله النهارده الكرة كانت مقطومة ايه بلوك نموذجي هو ده مسك الختام زي ما بيقول دي بلوك النموذجي بلوك ولا احسن ولا اروع من كده. قولي يا يوسف عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الكرة كانت مقطومة يعني مش واصلة لحد العصاية فآية شاني قامت واخدة خطوة جانبية عشان توصل للكرة ووقفت فريدة فالكرة بقت في وسط ايديهم هما الاثنين. في بقى بعض اللاعبات لما الكرة تبقى مقطومة تفضل هي واقفة عند العصاية برضو، فالكرة متقوم متشاط عشان بتاع ثلاثة هيبقى فاتح مساحة أكبر، فالكرة
طرق تتشاط في الملعب، لكن دي خبره لعيبه وقرايه ملعب الناحيه الثانيه. هم مركزين. انا يعني لازم نشكر انجي وشيماء على اللي عملوه، هم اللي مختارين الحالات دي كلها. بشكركم دايما معاكم، كل مره هنطلع على الول ونتكلم. هنطلع لفاصل وترجعوا لنا مره تانية لاخر جزء في الاستديو التحليلي.